السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ هانيين، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير ان شاء الله. كما كتشاهدوا معنا اليوم جينا نشوفوا العود مسعود ان شاء الله، العود اللي سمحوا فيه في السوق، اللي جابوا واحد السيد جابوا هو وربعة ديال الخيل، جابهم ربعة الخيل الاخرين تباعوا ليه من وجدة، تباعوا ليه ربعة الخيل الاخرين وبقى ليه داك الخيل. بقالوا هاد العود هذا مع مكرفاص ومسكين حالته كما شفتوا في الفيديو السابق، حالته كي دايره، ما تباعش ليه، ما ساوموا ليه حتى واحد، وما بغاش يخسر عليه الكاميو باش يردوا الوجده، باش يردوا ما بغاش يخسر عليه الكاميو. واصلا جاي عكاري وسمح فيه، قال لك داك الثمن اللي ردوا به الوجده داك هو الربح اللي ربحت في داك الخيل وسمح فيه. تما تبعونا المشاهدين، مرحبا. يا مسعود تبارك الله. اولي مسعود، اولي له الزغبه مسعود، هذه كتسمى زغبه الجوع ديال تفرط ياك. هذه اللي كتحيي الدابه، فهمتي؟ كرشو ولات كيدور فيها، ولات كدور لي شويه الربيع، نخاله شعير دابا بحال غيحيد هذه الزغبه. هذه هي زغبه التفرط ياك، هذه ديال الجوع، هذه ديال يعني العود ملي كي مسكين صافي يوصل لواحد الحاله كينشف كامل. الداد ديالو كتنشف حتى من الداخل، بحال البدن ديالو، البدن ديالو بدا كيتقوت، طلع زغبه اخرى. شتو حتى راسو كان وجهو، كان وجهو فيه واحد البلاصه قرعه في وجهو، هذيك ناض فيها الزغبه. الله يلا بالله، هو هنا راه ناض الزغبه، هو راه غادي، المهم كيتحسر الامور. هانتوما الخوت نوريكم مسعود كياكل مزيان، راه ما كانش كياكل، الماكلة عنده قليله ياك، كياكل وكي دابا راه ولا. هانتوما الخوت هان مسعود، ها هو تبارك الله، نشوفوا مسعود بدا يتحسن شويه. اجي تشوف من هنا، هو ناض الزغبه، اجي نشوفوا من هاد الجهه. هادو حيت هادو باقي كينعس عليهم، اين هما؟ هادو باقي كينعس عليهم، ملي كيبغينو بحال لما كي هادي كنعاونو، سمعتيني؟ هز لينا المسعود راسو وشوفو الناس. دابا حنا بغينا نعومو ولكن البرد، فهمتيني ولا؟ خفناه يتضرب لينا ياك، هو ضعيف وهادي، والبرد لا مشات تشحطو البرد. هانتوما خوت كما كتسمعوا، حنا راه الميساجات اللي كتصيفطوهم لينا راه كنقراوهم وكنطالعوا على كل شيء. متبعين معاكم الدنيا في اي حاجه، راه شحال ديال الناس قالوا لينا دوشوا ليه عوموه. لا ها هو علاش، حنا لا عومناه غادي يضربوه، تا هو راه بحاله بحال البشر ياك، هو مازال مسكين ضعيف. الله ضربوا لينا البرد، الله يعاونه يموت في البلاصه ياك. حقاش علاش العود ناقص ضعيف وغيضربوا البرد، غيشحطوا البرد، ما عندوش ديك المناعة، ما بقاتش عنده والو. دابا حنا كنخلقوا له ديك المناعة، ملا تخلق عنده المناعة غنوليو نعاوموه وغنوليو كلشي. وأي واحد عنده شي بهيمة ناقصة ولا هادي مرحبا به، ما من الماء أي حاجة عنده. هانتوما الخوت كما كتشاهدوا معنا، بالنسبة لهاد البلاصة هادو اللي شفتوا في الفيديو اللي فات كانت قرعة، هاد البلاصة هادي ما كانش فيها الزغب كاع. هانتوما كما كتشوفوا الخوت، ها الزغبه هي كينوضها ارصا. هو ولا ينفر ولا كل شيء، ما هنا هما. الرجيلات شويه دابا مزيان. الخوت كما كتشاهدوا، ها مسعود ها هو، الناس اللي كيسولوا على مسعود و احنا جينا اليوم ان شاء الله نشوفوه. ها هو مطلق كما كتشوفوا فهاد الفيرما هادي. هو داولكم فواحد الصوره اخرى، داير له واحد الطوال. هو شتي الطوال ديالو فينا هو، الطوال ديالو، وكننقلوه من البلاصه للبلاصه، وكيتنقل من البلاصه للبلاصه. هو طالقو ابراهيم، علاش ما خليتيش وسط الكوري وخليتيه بالضبط كتحطو هنا كيتطلقو ويسرع ياك؟ ما غنديروش الغلط اللي داير اللي دايرين، فهمي ولا لا؟ لان هذاك راه غلط ديال البهيمه اللي كتكون ناقصه ضعيفه. وعندها واحد المشكل وكتدخلها تخليها في الكوري. هذاك راه هو المرض ياك. انا كنوصي اي حريفي، انا ماشي كنحتقر بنادم ولا كنقول ها هي بنادم، لا، البهيمه راه بحالها بحال البشر، ملي كتمشى فيها الدم علاش الرياده كيقول لك الطبيب مزيان الرياده. مزيان تمشى، مزيان يتمشى. دابا هو شنو ياكل من هذه وياكل من هذه ويسرع عيني ويدور بحالو بحال البشر تاعو.
ماكاينش الفرق. دابا مزيان من الاحسن ليه يبقى هنا يسرح بحال هكا. كيسرح حتى رجله. صافي والعليفه ديالو ويجي يسرح ياكل ويخرج يضرب. كيخرج بحال لونطريمان. هكا. وفي العشيه راه كيروح للكوري ديالو وكياكل ما تعليفته وهذه امور راضيه. وكيناس ياك. هادشي اللي كاين فهمتيني ولا لا؟ حيتاش هذاك ومن هذا المنبر انا كنقول راه باقي غنجيب واحد العاود اخر ورجليه عاتقه من رجلي. عاتق من رجلي. وغادي نصابو كل شيء وغيولي لاباس. فهمتيني ولا لا؟ كما كتشاهدوا الاخوان واحد عنده شي حاجه اولادي انا راه مشيت عند الدراري لكازا وداوت لهم الباين عاد السيمانه هذه ورا الفيديو غيتلاح وغيشوف ان شاء الله. والاخوان ما تنساوناش بالاشتراك في القناه كما كتشوفوا. نطلبوا منكم ديروا النجم اي واحد دخلوا الباج ديالو غتشوفوا هذا الشيء راه كاين ماشي كما كتشاهدوا الاخوان اش كيقول لكم الاخ ابراهيم يعني اي واحد لا كنتساعدوا مع الناس اللي عنده واللي ما عندوش كلشي كنتساعدوا معاه. هو كيقول لكم ديما كيما هضرتو اللي معروف ابراهيم هي ديرو جيم ابوني وجيم وتابوناو معنا الخوت مرحبا بكم يعني راه ماشي واللي حتى شي دواء واللي حتى شي حاجه مرحبا لله على المرأة الاسلام وهذا مرحبا بكم ايوا هما دابا عندهم الغرض غنتهلاو لهم في مسعود هذا هو الاساس الناس باغا مسعود حيد هو شوفوا كيسولوا على مسعود الشريف مزيان نشوف لاتي وتحسنات الامور عنده الحمد لله اللهم لك الحمد ها هو الخوت ها هو كيرعى سارح مسعود حنا غنبقاو معاكم نبارطاجيو لكم حتى الاخير حتى يجمع راسو صافي يجمع راسو ويتقاد وتشوفوا عاوتاني حاجه اخرى مرحبا بكم ان شاء الله حنا نديروا على الخير في البهيم ما خاسرين والو حنا حنايا البهيمه اللي عيانه نجيبوها نتهلاو فيها وتشد صحيحتها تبريم الناس لا اللي بغى يعالج راه مرحبا حنا اللي بغى الدواء ولا بغى شي حاجه مرحبا حنا مستعدين حنا ديالكم حنا في وجهك في طريق هذا البكمه هذه في طريق هذا البكمه انا مستعد باي حاجه نضحي بها هو دار حاجه مزيانه اعتقد هو داك البهيمه حتى حنا تبعناه في داك الطريق ديالو كنديرو هادشي اللي كنقول لهم صافي حنا كره حنا ما كرهناش كلشي يبقى يدير الخير الناس كامله دير الخير وما يبقاوش ما يبقاوش بحال هاد البهيمه الضايعين من غير حتى البهيم حنا مزيان نستافدو كاع اللي عنده شي استفاده ماشي غير في البهيم في اي حاجه هذا هو فهمتي دابا يعاون خو المسلم ويتعاون مع خوه ويوصلوا في نادي انا كنوصل لهم ميساج واحد شنو قلت لهم ذاك النهار كنوصل لهم ميساج كنكتبهم لهم والله العظيم كنقول له خويا واش هذا اشرف هو دار خير في الهيبه ياك قلت له حتى حنا دايرين الخير في هذه البكمه يا مسعود هذا مسعود حتى هو درنا فيه حنا خير قلت له حنا ما تبعناش شي واحد في الشر لا. شي واحد شنا كيدير شي حاجه ما مزيانه تبعنا فيها في كاين المشكل هذا هو اللي بغيت نقول لك حنا عندنا قناتي حنا دايرينها دايرينها قبل ما نشوفوا نلقاو هذا العود في السوق ودخلوا الفيديوهات وغتلقاونا كنمشيو للسوق وكنبارطاجيو لكم حنا كنديروا الدواء وكنبارطاجيو لكم الاثمنه ديال الخير في السوق هذه هي الخدمه اللي كندير ولكن فاش نلقاو شي بهيمه بحال هكا مكرفصه باش ما يقولوش لي راه تابع اشرف ما نخليها تموت نخليها سامحا فيها نسمحوا فيه يموت جبناه نديروا فيه خير واش نقول لك هما الناس كيهضروا كيهضروا مشيتي كاين المحاسن اي بلاصه اي دومين كيوعدوا وكنصدع فهمتيني ولا لا والله يصاوب الله يصاوب ولكن نطلبوا من الله يصاوب جميعا والله يرحمنا من هذا المنبر هذا راه باغي نقول واحد الكلمه والاخوان كاملين اللي غيابونيونا واللي غيبارطاجيو الله يرحم لكم الوالدين طلبوا الله وطلبوا الله يرحمنا راه الوقت باغي الشتا طلبوا الله يرحمنا حنا راه في المدينه عايشين الناس ديال الباديه راه واكلين العصا راه وصلوا لهم مساكن راه صافي راه ما بقاو راه ولاو بهيمهم يخرجوا يبيعوا حيد 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 خليني نشوف مسعود كياكل حيد فهمتيني ولا لا وحيد خليني نشوف مسعود كياكل حيد المهم حنا كنقولوا لهم هذا المنبر هذا شوف الله يدير الخير وخليهم يطلبوا لنا الرحمه خلينا اخويا نشوفوا ها مسعود كيعيش كيتقوت هذا هو اللي كاين الله يرحمنا الله يرحمنا يا رب تشوف العود تبارك الله كياكل في حركة
هذه لقطة ناضية تبارك الله. أنا حبيتها لكم هذه اللقطة. الله يدير الخير. الله يصاوب والله يدير الخير. والله يدير الخير. طلبوا الله يرحمنا، طلبوا الله يرحمنا. الله يرحمنا يا رب. الله يرحمنا. الله يرحم ودينا الإخوان كاملين، أنا كنقول لكم لهذا المنبر. طلبوا الله يرحمنا. وقت راه باغي. والله يدير الخير الخوت. ما تنساوناش بلي جيم ولي زابوني ولي بارطاج الخوت. ما تنساوناش. يا الله تحياتي لكم ومع السلامة. ما سخيناش بن سعود ولكن ما عندنا ما نديرو. سير الله يسخر حيد.